السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بيكم معايا النهاردة في فيديو جديد. كل سنة وانتم طيبين. بمناسبة دخول رمضان، ربنا يعيده علينا وعليكم إن شاء الله بالخير. إن شاء الله النهاردة هنعمل مشروع كنت بدأته معاكم وهنكمله إن شاء الله النهاردة. هنعمل إن شاء الله النهاردة مع بعض البلوزة دي بوحدة الوردة الأفريقية السداسية. احنا كنا عملناها مع بعض في القناة واشتغلتها معاكم، وقلت لكم ساعتها ان احنا ان شاء الله هنعمل بيها بلوزة. تمام، هي البلوزة دي ان شاء الله النهاردة هنعملها مع بعض. هي جميلة بالألوان بتاعتها الحلوة دي، بخيط إليز ديفا كوتون بلس. تمام، ان شاء الله النهاردة احنا عملنا الوحدات. انا عملت الوحدات بتاعتها ايت، انا عاملاها معاكم قبل كده، اشتغلناها مع بعض. هسيب لكم اللينك بتاع الفيديو في صندوق الوصف. تمام، البلوزة ديت احتاجت مني حوالي 42 وحدة. انا عملت لها اهو من 42 وحدة، وان شاء الله النهاردة هنعرف ازاي بنشبك الوحدة السداسية. هنشبكها مع بعض، وبالتالي هنشبك البلوزة، وهوريكم برضو انا شبكت البلوزة ازاي بالمقاسات. تمام، هي مقاسها وان سايز، بتبقى بتلبس اي مقاس. ان الوحدة دي بتشتغليها بتبقى 20 سنتي عرض وطول، مقاسها 20 سنتي عشان تلبس وان سايز. لو عايزة بقى مقاس صغير بتصغري في الوحدة، بتبقى الوحدة مثلا 16 15 على قد الادوار اللي انت هتشتغليها الاسود. لان البلوزة دي في منها الارضية سودة اللي هي اللي حوالين الوردة، في منها الارضية كافي، في منها الارضية اوف وايت. فالموديل بتاعنا النهاردة اللي هو الارضية بتاعته او المحيط بتاع الوردة الاسود ده باللون الاسود. تمام، فانا اشتغلت اهي الوحدات بكل الالوان بتاعتها، اهي معانا اهي. تمام، يعني ما حاولتش اكتر في الالوان قوي عشان ايه ما تبقاش اوفر كده في شكلها، يعني الوانها هي متناسقه وحلوه. فان شاء الله النهارده بقى ايه هنعرف ازاي بنشبك الوحده السداسيه مع بعض. تمام، انا اهو عملت، يعتبر عملت الصدر بتاع البلوزه اهو، شبكته اهو. بس هي ما تخلص كلها هتشوفوها اهي. بدأت بثلاث وحدات فوق من عند الصدر من فوق، طبعا المقاس اللي انا واخداه بالمزورة، ونزلت بعد كده اربع وحدات، بعد كده هنزل تاني تلاتة تلاتة برضو، وارجع تاني اربعة، وبعد كده هوصل التلات وحدات دول بالخلف، لان البلوزة عندي امام وخلف. تمام، اهي هنعرف بقى دلوقتي ان شاء الله احنا هنشبك الوحدات بتاعتنا ازاي. بسم الله، معايا اهو وحدتين اهي، الوحدة الروز دي والوحدة الزهري هنا. مثلا هستخدم بقى هنا معايا ابرة التنظيف، او ممكن نستخدم الابرة الكروشيه، بس هي ابرة التنظيف بتبقى اسهل في التشبيك. هتقدري تملكيها وتشتغلي وتشبكي وتخيطي اكتر من ابرة الكروشيه، وهتديني نفس النتيجة برضو، لاني هشتغل بنفس الطريقة بتاعت الابرة. يعني هنعمل كده، هنلضم الابرة بتاعتنا كده. تمام، معايا اهي الوحدتين اهم، الوحدتين عندنا سداسية، اتنين اتنين اتنين. تمام، هاجي هنا قدام كل ضلع من الاضلاع، الضلع الموازي ليه هحطهم على بعض كده.
الضلعين دول اهو، قد دول قد دول موازيين لبعض. تمام، وهبدأ أشبك بقى. الإبرة معايا اهي، عندي اهو الغرز بتاعتي دي، غرز السلاسل عندنا احنا اتفقنا ان هي ليها باك امامي وباك خلفي، ضلع امامي وضلع خلفي. انا هدخل الابره في الخلفي مع الامامي. تمام اهو، يا رب يكون واضح قدامكم. اهي عندي اهو السلسله هي بتاعتي، الغرزه بتاعتي هنا، ده هدخله مع الناحيه التانيه، ده اللي بره هنا مع اللي بره هنا، وهسيب اللي جوه الاتنين دول. اهو دخلت الابرة هنا بره اهو، وهسحب الخيط بتاعي. تمام، اهي التانية مع التانية. اتفقنا اهو، اللي ورا ده مع اللي ورا ده. برضو في ابرة الكروشيه بعمل كده برضو، بس انا بفضل الابرة بتاعت التنظيف علشان انا بثبت بيها الشغل قوي، بثبت على الشغل قوي وبيبقى متين معايا. اهي كده كده، يا رب يكون واضح. اهو الضلع الخلفي مع الضلع الخلفي. هبدأ ما اخلص الجنب كله معايا. الضلع الخلفي مع الضلع الخلفي. ده هوريكوا اهو، اهو شفنا بقى عملنا ايه. اهو اهو، اما عملنا الخلفي مع الخلف طلع لنا الخطين دول قدام بعض، اكننا مش عاملين اي حاجه، اكنها مشغول عادي. اهي مش باين خالص ان انا بقفل، ولا باين اي بروز ولا اي حاجه. برضو بالكروشيه كنا هنعمل كده، هي هي نفس النتيجه. هنخلينا بالابره كده احسن. اهي شغل مش مشدود ومتين وطالع حلو ونضيف اهو. نمشي على نفس النظام ده اهو، الضلع الخلفي مع الخلفي، والامامي بقى مع الامامي، نسيبهم مع بعض بيطلعوا عاملين لي خط شكله حلو، اكننا مش مقفلين اي حاجه. دي طريقة التشبيك للوحدات، حتى لو عاملة وحدة مربعة بتشبكي كده برضو، عاملة وحدة مثلثة بتشبكي كده برضو. الوحدات اللي هي ليها أضلع، الوحدة السداسية اللي احنا شغالين فيها دي بنشبكها كده برضو. اهي اهو، اتبت على الزاوية بقى جامد كده عشان دي هتدخل فيها لسه زاوية وحدة تانية. اهي كده خلصنا الوحدة دي. تمام كده اهي، ايه رأيكم؟ باين ان انا عملت حاجة اهي، انا قفلت خلاص الوحدتين. تمام كده احنا عملنا ايه الزهري مع الروس. هشبك لكم وحدة تانية هنا بقى كده عشان نعرف هتتشبك ازاي. هناخد مثلا الوحدة الصفرة دي اهي معايا. تمام،
برضو عشان هنا دي وحدة سداسية قلنا ليها كذا زاوية. هنيجي هنا بقى عندنا الزاوية دي هننزل لها كده، ايوه كده. طب هنعمل ازاي بقى؟ انا ما شلتش الخيط اهو، لسه عندي اهو راس الزاوية بتاعت الضلع السداسي ده كده، تمام. انا هقلبها كده اهي، برضو لازم اثبت الزاوية دي لان هي بتبقى الشغل بتاعها بيبقى باين في الوسط، المفروض ان هو يبقى مشغول كويس اهي. انا خلاص كده ثبتت الزاوية، ثبتي الزاوية دي الاول، بعد كده تبدأي تثبتي بقى نص الضلع ده مع نص الضلع ده. يبقى ده كده انت جبتي الواحد التلات وحدات مع بعض، واضحين اهو. هبدأ بقى كده يعني انا هثبت نص دي مع نص دي، نص الضلع ده مع نص الضلع ده، اللي هو ده ده مع ده. بقى هنعمل ايه؟ هنثبت هنا مع بعض كده، وهياخد الخيط بقى من اوله هنا كده. احنا شغالينه هنا من اول الزاوية، تمام. املاه عشان ما يبقاش فيه فراغات، وبعد كده اكمل الضلع اهو زي ما اتفقنا، اهو الضلع الاول مع الاول. سهلة جدا. كنا قلنا ان احنا نعمل بالوحدات دي البلوزة، واشتغلت معاكم الوحدة وعرفناها مع بعض. هنرجع لها في اللينك في القناة، هنجيب الوحدة السداسية وبراحتك بقى تشتغليها بالألوان اللي انت عايزاها، بالخيط اللي انت عايزاه، هي الفكرة موجودة وانت تنفذيها زي ما انت عاوزة، صوف قطن، تعملي منها بلوزة، تعملي منها جاكيت. الوحدات دي بيتعمل منها حاجات كتير قوي، تستخدميها في تزيين جاكيت برضو، تزيين بلوزة من على الحرف من على الكمام. مش لازم البلوزة كلها تبقى وحدات، ممكن استخدم الوحدات دي في شغل الكروشيه، اشتغل جاكيت عادي بغرزة عادية، تمام، وازينه انا من الحروف بالوحدات، اعمل الصدر وحدات. يعني شغل الوحدات ده كبير جدا، بحر واسع، يعني ممكن تشتغل منه حاجات كتير قوي. هذا الضلع ده عملناه، تمام اهو، خلصنا كده الضلع ده، نثبت عليه بقى كده من هنا كده عشان هنبدأ ناخد الضلع التاني. كده خلصنا، هنبدأ بقى نمشي مع بعض كده بالراحة في الضلع اللي فاضل ده. يبقى انت كده ثبتي التلات وحدات اهو، كوناهم مع بعض واشتغلناهم في منتهى النظافة اهي. هي بقى البلوزة بنعملها كده، خلصنا وحدتنا، هنبدأ بقى في ان احنا ايه نثبتها ونوضبها على المقاس اللي احنا عايزينه، تمام، بنقيس طبعا بالمزورة
ما عندكيش معذوره بتجيبي بلوزه من بلوزاتك، تقيسي على مقاسك الصدر مقاسه قد ايه، الوسط تمام، وتكوني البلوزه بتاعتك بالوحدات بتاعتك وتثبتيها على مقاسك بالظبط. سهله ما فيهاش اي حاجه. الوحدات بتخلص وانت بتبدأي تكوني البلوزة بتاعتك بقى زي ما هنكونها مع بعض وهنشوفها دلوقتي ان شاء الله. نخلصها ان شاء الله وتعجبكم باذن الله. هحط الخلفي مع الخلفي يا رب يكون الشرح وصل لكم وطريقة التشبيك تكون سهلة بالنسبة لكم. اهي الإبرة، إبرة التنظيف بتبقى سهلة في الاستخدام وكمان بتثبت الشغل اكتر كمان من الكروشيه. هي الكروشيه حلوة برضو بس انا بفضل إبرة التنظيف عشان بثبت على الشغل بتاعي. تمام كده اهي، ادي الثلاث وحدات اهم خلصوا. بصوا شكلهم بقى حلو ازاي اهي، وحده سداسيه اهي. دي طريقه التشبيك بتاعتها اهي اهي، سهله اهي ما فيهاش اي حاجه تمام. طيب انا بقى عملت البلوزه بتاعتي اهو معاكو، شبكت اهو الصدر بتاعها، ده الصدر اللي فوق عملت له الثلاث وحدات دول، وتحتيه على طول يعتبر ده هنا فوق كده الكتاف، الكتف وبعد كده الصدر عملت زودت اربع وحدات تمام، وبالتالي الخلف معايا شبكتهم وظبطتهم على المقاس اللي انا عامله عليه البلوزه تمام كده. هنكمل بقى تشبيك البلوزه اهو، عملنا دول كمان هننزل بتلاتة تانيين هنا عشان نعرف نشبك دول في دول، لان مش هينفع اعمل اربعه مع اربعه، لو عملت الاربعه اهو مش هيبقوا قصاد بعض، الزوايا مش هتدخل في بعض هنا، فهنعمل تلاتة تلاتة واربعة تاني اهو، دول كده اربعة وفوقيهم تلاتة، التلاتة هيخشوا هنا مع الزاوية دي والزاوية دي والزاوية دي زي ما عملت كده قدامكم، ونزلت تاني باربعة تحت. الخلف بقى هعمل هنا اربعة، هزود هنا واحدة وهنا واحدة وهتتني تمام، يعني هتنيها كده. بس هعرفكم انا ايه شبكت البلوزة ازاي، هجيب بقى دي هنا كده عشان هيبقى عندي هنا فراغ وقصاده هنا يبقى فيه فراغ، هتجيب دي هنا كده وهتنيها كده هتكمل لي الفراغ ده، هتبقى امام وخلف دي كده، هتبقى امام وخلف اهي، وهشبكها في الخلف وفي الامام وزيها الناحية التانية عشان كده البلوزة بتاعتي ايه تكمل تمام. هخلصها بقى ان شاء الله واجي اوريها لكم. كده احنا بقى خدنا النهاردة طريقة تشبيك الوحدة السداسية اهي،
وعملنا يعتبر كده ايه، جمعنا نص البلوزه. تمام، فيعتبر ده هيبقى الجزء الاول ان شاء الله من البلوزه بتاعتنا، وان شاء الله اشوفكم في الجزء التاني واحنا بنجمعها وبنكمل الاكمام مع بعض. واتمنى النهارده يكون الشرح وصلكم وقدرتوا تفهموا مني، وقدرنا نشبك مع بعض الوحده السداسيه. ان شاء الله اشوفكم في الجزء التاني للبلوزه. يا ريت تفعلوا لي الجرس واللايكات والاشتراكات ان شاء الله عشان يوصلكم كل جديد، ولقاء ان شاء الله مع الجزء التاني في تكملة البلوزة بإذن الله. سلام عليكم.